في الأيام القادمة. تمام. طيب خلينا نشوف حد مثلا شاف المطر في الحلم. المطر في الحلم هل يختلف من شخص آخر ولا هو برضو ليه يعني تفسير عام كده؟ هو التفسير العام للمطر دائما المطر يكون فيه البشرة. ما لم يكن المطر كالسيل، لو جي كالسيل أو جي مدمر فيه الهلاك، ده يكون فيه الضمار لصاحب المنام، وبعض أحيان تكون رؤية عامة تعم البلاد والعباد. يعني في كارثة جاية. في كارثة أو في شيء معين، ولكن هو مجمل العام من نزول الأمطار ربنا ذكره في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدا دائما يكون فيه الخير. اللهم أمين. معنا إيمان، هناخد بقى إيمان، نبتدي بقى ناخد أحلامكم.